يعني كل الشاميات هيك كلي، واني حظي اني اتجوز شامية. بس مش حلو هالطبع اللي عندك، صدقيني مش حلو فوزية. انا مالي متشائمة يا متعب، بس انا انسانة واقعية. انا ما متت بس شفت مين مات. بيجوز بيجوز، بس مش كل صابيعك مثل بعضها، مش كلها. في الطويلة وفي القصيرة وفي الرفيعة وفي السمينة وفي المدحسة. اي مو كل اصابيعي مثل بعضها، ماشي. اي نعم، بس لحد هلا كل هدول اللي عم يلموا مصاري من العالم بحجة انهم عم يشغلوا لهم ياهم طلعوا نصابين. ما بقول لك لا، تعدمينا يا اي اذا قلت لك لا. بس السيد تقي الدين مختلف عن كلين عن كلين. السيد تقي الدين تاجر كبير وبيعرف الله وبيتقيه. بعدين اسمه تقي الدين، بقى شو بده يكون يعنى؟ محتال الدين ولا نصاب الدين؟ الاسم ما له علاقة، يا ما في ناس اسمهم جميل وهن أبشع من القرود. أنا مطمن لهالرجال وواثق إني بكرة رح أجيب مصرياتي منه وفوقن المربح يلي وعدني فيه كمان. هلأ هيك عم تقول؟ وهي سوالفي، إذا بتطول قرش واحد من مصرياتك. طيب بتشارطي يا فوزية؟ إيه بشارط. من شاو لشاو؟ يلي بدك يا. طب قولي انت، ما تنطفيش قلبي. قول انت. طيب اسمعي يا فوزية، اذا جبت مصرياتها وفوقن المكسب، ما بعود بشتري لك الفستان يلي واعدك فيه، بروح عليك هاي هاي. واذا ما جبتش المصريات بشتري لك اياها. شو قولك؟ بالله شو؟ وشو بكون أنا استفدت بهالحالة؟ ها؟ صحيح، الحق بيدك، الشرط ملوش عادل، باعتبار أني لازم اشتري لك الفستان من عدم أخسر. طيب فوزية، إذا جبت المصاري والمرباح بشتري لك الفستان، وإذا ما جبتون بشتري لك اثنين فستانين. يعني هيكي صار شرط عادل. شو رأيك فوزية؟ شو قلتي حبيبة قلب متعب؟ يا سيدي موافقة، بس من هلأ هيئ لي حالك على حق فستاني. والله مسايرت النسوان بتسلي يا جماعة. اسمع لقلك لك، بكرة قبل ما تروح لعند هذا التاجر تقي الدين، مر طريقك على الصيدلية وخد لك دواء تبع القلب وحطه بجيبتك، مشان إذا ما لقيت مصرياتك تاخد حبة حتى ما يوقف قلبك. عم تمزحي يا عناي؟ معك حق، لازم اشتري هايك حبوب وحطها بجيبتي مشان اخذ منها حبة، بس مشان ما يوقف قلبي من الفرح وانا عم اقبض الارباح. طيب منشوف بكرة، بكرة بيدوب التلج وبيبان المرج. يلا هلأ ما بدك تنام. مش قادر الليل ينام، ما بقدرش اغفل بتاتا. طيب خليك سهران لحالك، تصبح على خير يا امور. لك فوزية وين رحت؟ اي خليكي ها، عم بتونس فيك. اي يخرب بيت هالمدلعنات الشميات. فوزية يعطيك العافية يا خيي. الله يعافيك. الله يرضى عليك. بيلتقى عندك دواء للقلب ولا روح لعند غيره؟ لا يا اخي، ليش تروح لعند غيري؟ بس شو اسم الدواء؟ ما بعرف، شو بيعرفني؟ انت اللي لازم تعرف. طيب ما معك وصفه باسم الدواء؟ لا والله ما معيش. لا حول ولا قوه الا بالله، انا شو بدي اعرف شو الدواء اللي بدي اعطيك اياه؟ انت عطيني دواء للقلب وما عليك. بس مرض القلب كتار، وكل واحد مرضه شكل، بقى انو دواء بدي اعطيك منه؟ أني رح أريحك وإشرح لك الحيلي، وإنت بتعرف شو نوع الدواء. في إلي أخ ليا، صار له 10 سنين متجوز وما جهوش صبي، وصار عنده 10 بنات، وهلا اختني إجاها الصبي، وأني رح بشره، ويعني خايف من الفرحة ليوقف قلبه، فبدي تعطيني دواء مشان امنع هالحيلي التعيسة. دواء قلب بدون وصفة الدكتور ما راح أعطيك،
بس انا ممكن ساعدك واعطيك مهدئ لطيف ممكن يفيد بهيك حاله. كثير خيرك، فاذن اعطيني الدواء. على راسي. تفضل. قديش حقه هذا؟ 20 ليره اذا سمحت. 20 ليره؟ مش كثير، قليل جدا. شو نعمل هيك سارو؟ شلون بيقولوا الدواء غالي لكون؟ ارخص من الفجل. يسلموا. السلام عليك. الله معك، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. هالمبالغ هي اجتنا اليوم، وهي المبالغ المسجلة رجعناها لأصحابها. ماشي الحال. الله يعطيك العافية. روحي تيسر على مكتبك ومشي أمور الناس وخليك لطيفة معهم مثل العادة. حاضر أستاذ، ما بدي توصاي. يعطيك العافية يا آنسة. أهلين يا عم مور. عفوا، مش 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 هذا مكتب السيد تقي الدين؟ بلا هو أمر، بس عدم المؤاخذة يعني، وين هو الأخ منصور السكرتاير يلي أخذ مني المصاري؟ لا، السيد منصور ترك الشغل. ترك الشغل؟ ومصرياتي أخذن معه يعني؟ لا طبعا، شو الحكي؟ وين مصرياتي اللي كان معك؟ وينك؟ وينك؟ وحضرتك مين بتكوني بالسفرة؟ أنا السكرتيرة الجديدة اللي بدال سيد منصور. ومنصور قال لك قبل ما يترك الشغل إنه أخذ مني 100,000 من شهر، وإنه اليوم أنا لازم إجي أخذ 100,000 وفوق 20,000 ليرة مربح؟ من دون ما يقول لي، إذا كلامك مزبوط ببين عندي بالسجلات، ولا يهمك، أنت ليش خايف؟ والسجلات موجودة هلقتنية عندك؟ طبعاً، شو اسم حضرتك؟ من تعيب؟ ابن حمدان الشيبة من قرية الفلهوية الكاينة جنب مغارة النبي عيسى. والسبعة نعم، بس رح شفلك بالسجلات. إيه الله يخليك، طالعين بسرعة قبل ما يوقف قلبي واحتاج للدواء. لا سلامتك، قلت لي سلمنا المصاري بإيدك؟ إيه طبعا، إلا بأول الشهر الماضي وقالوا لي إجي اليوم فجيت اليوم. طيب، متعب 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 متعب. ايه لقيته، متعب حمدان الشايبي، والمبلغ الموضوع 100,000 صح؟ مزبوط، هذا انا، والمصاري مصرياتي كمان. طيب سيد متعب، بتحب تاخذ المصاري هلا ولا تخلين عنا شهر تاني؟ لا بدي اخذهم فورا، هن وارباحهم قبل مني، مثل ما وعدتونا يعني. المصاري موجودين هن وارباحهم، بس اذا مو لازمينك ممكن نحطهم هن وارباحهم وترجع بعد شهر بتاخذهم، وبتاخذ ارباحهم. أو إذا بتريد بتاخذ هلا الأرباح وبتخلي المبلغ مثل ما هو شهر تاني كمان بيصير يعني، بترجع بتاخذه هو وأرباحه، بقى شو بتريد؟ نحن جاهزين. أعطيني المبلغ وأرباحه هلا. بالعربي عم بحكي، فهمتي؟ إيه تكرم عينك مثل ما بدك. هي 100,000، مزبوط؟ مزبوط. وهي 20,000 أرباحهم. يسلموا هديات. كثير حلو، حلو كثير كثير جدا. وقالي هون إذا سمحت. إيه طبعا، هذا حقك يعني، طالما أنا قبضت لازم وقع مثل الأوادم، مش آكل وأنكر مثل القطاط. تصرفهم بالهنا إن شاء الله. الله يهنيك وهي مرقي. الله يبارك فيك هاي ويخليك هاي، يا قمر الدين، يا قمر أنت، يا قمر بهالشركة، يا بدر أنت مصور. بس ممكن يا آنسة اطلب طلب صغير؟ تفضل. يعني برخي هيك بجيب لي كاسة مي إذا أبصر السقي يعني. تكرم عينك. مصباح المبلغ معه. مصباح تفضل. يسلموا هديات، يسلموا هديات يا ملاك أنت، يا بدر مصور بهالشركة، يا غزال أنت. تعرفي؟ أنا مراتي شامية مثلك، يعني طلعنا قرايبين. الحمد لله، الحمد لله يا آنسة.
هلقتني ارتاح خاطره. صحة وانا. يعطيك العافية يا حلوة انت يا بدر يا حلوة يا مصورة. تسلم. وانا بالنيابة عن السيد تقي الدين بشكرك على ثقتك وعلى تعاملك معنا، وبتمنى لك كل خير، وامتى ما حبيت ترجع تتعامل معنا اهلا وسهلا فيك. مكتب مكتبك. ايه طبعا الا رح ارجع اتعامل معك. يعني شو بدي احسن من هيك معي ملا؟ الصبح رح اجي وجايب لكم كل المصاري اللي عندي. سلمي لي على السيد تقي الدين امينه. تكرم عينك. خلص وصل. يلا بخاطرك بخاطرك يا عاقد الحاج بيني على جبين اللي جايني. الله معك. يا رايح وين مسافر تروح وتعيا وتقلي؟ اني رح اربح من بعدك مثل ما انتو ربحتو قبلي. بتفشش فيني مثل العادة. أنا جيتك يا فوزية، جيتك يا بدر الفلهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. لك نقزتني، ليش فيك هالطبع أنت؟ مش بيدي يا فوزية، آخذ هالطبع من الضبع. اللي شو صار معاه؟ طمني. خذي ولو إنك ما بتستهليش. شو هذا؟ افتحه وأنت بتعرفه. لك شو هاد؟ شفت قماشي ما بتكفي فستانين؟ يعني بدك فستانين كمان؟ بعدين احمدي ربك يلي قلبي رقع عليك واشتريت لك فستان. يعني بدك حضرتك تتراجع عن شرطك مو هيك؟ ماشي، بس الحق علي انا يلي شارطتك. على كل حال منيح اللي اجيت سالم غاني وتحملت الخساره بروح رياضيه. شي عن انو خساره عم تحكي انت؟ خساره المصاري اللي حطيتها عن تقي الدين افندي. ومين قال لك اني خسرتين؟ ها؟ مبين الشغلة من الفستان اللي جبته. يعني انت لو كسبانه للشرط ما كان في داعي تجيب لي اياه الفستان. الشرط ملوش علاقة بشقفة القماش اللي اشتريت لك اياها. انا اشتريت لك اياها حلوان وبس. حلوان شو؟ حلوان المصاري يلي استلمتين. عم تحكي جد؟ جد ونص الا. قال جد. قال شوف هاي 50,000 فوق 50,000 و20,000 المربح كمان. والله صحيح، انا لانه كنت متوقع ما تجيب معك شيء ابدا. هذا حتى صدقيني وتبطلي فيا شك وتشاؤم. شو بدك تعمل بالمصاري؟ راح اخذهم هن وكل المصاري اللي معنا وحطهم عند سيد تقي الدين للشهر الجاي. اذا كان هيك معلش. شوف فهم شو عم اقول لك. بتاخد هدول وبتنزل على المدينة بتبيعهم، وشو بيعطيك بتحطهم باسمي. فهمي؟ وزيادة الخير خير. شو عليه؟ يا سلام. يا هيك الشغل يا أما بلا. خود هدول كمان مسيك. شو مبين حل المربح بعينك يا فوزية؟ شو عليه؟ مربح محرز. جاهز الغذاء؟ جاهز. لك مو جاهز، 5 دقايق بيكون بالمعدة. كثير حلو. يا رابح حط فلوسك عند تقي الدين وقل لي اني رح اربح من بعدك مثل ما انت ربحتو قبلي. اخ اخ يا اختار اخ، خليها لله. لا اله الا الله. المواسم كل ما لها عم تقل ومرابحها عم تقل اكثر واكثر، والحاله كل ما لها لورا. وشايف لك شي يوم بدها تطلع براسي وبيع هالاراضي كلها اللي عندي وتاجر بحقها. لا شو هالحكي يا ابو جدعان؟ اصحك. ها حدا بيع ارضه؟ الارض سلامت عرفك مثل العرض، والعرض ما بيتفرط فيه. بلا عرض بلا طول. انت الثاني، الواحد لازم يلحق المكسب الاكبر.
طيب بشو بدك التاجر؟ هات لشوف. بشو يعني؟ حي الله شيء. شو يعني حي الله شيء؟ لك التجارة كلها واقفة، ما في شيء ماشي هالأيام، ارضى بهالرزقة اللي عم تبعث لك اياها الأرض وأمرك لله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أبو سعيد، جيت بوقتك. خير شو في؟ تسمع هالقصة. قصة شو؟ قال أبو جدعان بده يبيع أرضه اللي مثل الذهب، ترابها مثل الذهب أرضه، بده يبيعها يفرط فيها ويشتغل بحي الله شيء تاجر. قال في عائلة بيعملها؟ إيه ليش لا؟ تفضل. شو أبو سعيد؟ يعني أنت موافق على فكرته؟ تكون أنت الثاني كمان بدك تبيع أرضك والتاجر بحي الله شيء مثله؟ لو سألتني هالسؤال امبارح كنت قلت لك مستحيل بيع شبر واحد من أرضي، وكنت أقنعت أبو جدعان ما يبيع أرضه. وشو الفرق بين امبارح واليوم بقى؟ يا سيدي اليوم سمعت لك خبرية غيرت لي كل خططي. شو هالحكي؟ وشو الخبرية بقى؟ متعب الشايب، بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ بعرفه، شو بو؟ يا سيدي من شهر حط 100,000 ليرة مع تاجر بالمدينة، وراح اليوم جاب مصرياته وجاب فوقه المربع 20,000 ورقة، ورقة تنطح ورقة. شو هالحكي؟ عم تحكي جد؟ ايه طبعاً جد، وإذا مالك مصدق روح ابعت ورا متعب واسأله بنفسك. 20,000 على 100 بشهر واحد مربح كبير كتير والله. وأرضنا ما راح تعطينا ولا ربعه. دخلك؟ وهالتاجر اللي حط متعب معه مصرياته بياخد من مين ما كان ولا بس من متعب لأنه بيعرفه بده يشغل له مصاري؟ ما بعرف، هالتفصيلات ما سألت عنها. مختار بعت حدا ورا متعب، خلينا نفهم منه شو الموضوع بيكون أحسن. وهو كذلك. هلأ ببعت ابني لعنده. يلا. ايه متعب تقبرني، قلي قديش طلعوا؟ طولي باليك فوزية، لسه ما خلصتش عاد. طيب رح صب لك شاي لبين ما تخلص عاد. يحرق اختها شغلي، يحرق اختها، زاغ نظري. الله يعين موظف البنك. يا ستي هذول طلعوا مليون وشوي، رح اخذ بكره المليون وخلي الباقي معايا. وذهباتي؟ ما تخافيش، أني مش نسيك ياي، رح بيعين وآخد حقي كمان. طيب قلي قديش رح يطلع لك مربح على المليون؟ رح أحسب لك يا ستاي، على 100,000 طلع لي 20,000، معناها على المليون رح يطلع لي ياي 200,000. 200,000 بشهر واحد؟ بور قلبي يا متعب على هالأفكار. والأحسن من هايك إنن رح يجونا بدون تعب، بدون تعب. يعني أنا وياكاي منلف رجل على رجل، ومصرياتنا بيجونا لخدمتنا مثل الأغنية. هلأ ذهباتي قديش بيطلع حقهم بهالأيام؟ هلأ الذهب سعره مرتفع كثير، يعني رح يجيبوا مبلغ طيب ومليح كثير. يعني قديش؟ يعني على القليلة شي 100,000 ليرة على القليلة. يعني وبعد شهر بيصيروا 120,000؟ ايه مزبوط. قومي يا فوزية افتحي الباب، شوفي مين. ايه مون هدول مصاري بلا ما يشوفون حدا ويحسدنا. ايه مون معلوم معلوم مفهوم، الناس عيونهم فارغة معلوم مزبوط. مرني عند الغروب ضبيخ علينا من العيوب. مرني عند الغروب ضبيخ علينا من العيوب. لك شو صار متعب؟ تأخر. هلا على بين ما نشرب الشاي بيكون إجا. مسيكم بالخير يا أهل الخير. أهلين أبو صالح، هذا أنت؟ إذا ما بدكم يعني أسهر معكم برجع لبيتي. ها أهلين أبو صالح. لا أبو جدعان ما بيقصد شيء، لأنه كنا عم ننتظر واحد تاني. فوت ارتاح، فوت شرف، أهلا وسهلا فيك. أهلين. ومين كنتوا عم تنتظروا بلا زغرة؟ يا سيدي عم ننتظر متعب. حلو، وشو بدكم منه؟ هلأ بتسمع بإذنك. بقى
هاي هي كل القصة من طقطق لسلام عليكين. يعنى قبضت مربح 20,000 ورقة بال100,000 اللي حطيتها معه الشهر الماضي. وهالتاجر هذا اللي حكيت لنا عنه بياخذ من مين ما كان ولا بس من ناس معينين؟ على حد علمي مكتبه ومفتوح لكل الناس. ليش ناويين التاجروا معه؟ والله يعني عم فكر بهالامر. وانت شو بتنصحنا يا متعب؟ والله يعني انا من جهتي بكره راح اروح لعنده واخذ له معي 1,000,000 ليرة. 1,000,000 ليرة؟ ما بتخاف ياكلون عليك؟ شلون بدو ياكلون؟ ها؟ شو هن الورق بس ولا فصه يعني؟ خاف ياكلون قال. عم قلكن اليوم رحت لعنده اليوم قبضت مصرياته وفوق المربح. بس هذا الربح حرام يا متعب. حرام؟ وليش حرام بقى؟ ها؟ لأنه فايدة والفايدة حرام. لا يا سيدي هذا مش فايدة، لأنه بالعقد يلي مضيته معه مكتوب إنه المصاري رح يتاجر فيها بتجارة المتة هي اللي عم بشربها أنا وياكين، ومكتوب إنه الأرباح مش محددة، يعني ممكن تكون 10%، ممكن تكون 5%، وممكن تكون 20% بعد. والتجارة ممكن تخسر، ليش خايف تقولها؟ ايه ممكن، ليش مش ممكن؟ بس لحد هلقتني أنا ما سمعت عن شخص تاجر مع سيد تقي الدين وخسر. السيد تقي الدين عم يستورد كل باخرة بخرتها وربحه أكيد مضمون، والدلائل تشير لهذا وصاك. يا جماعة متعب معه حق، تجارة المتة بهالأيام مربحة كتير، بس الواحد بده يكون معه رسمال قوي كتير لحتى يقدر يستورد بواخر. تسلم لقلبي يا ابو جدعة. ومشان هيك السيد تقي الدين عامل مصاري من العيلة. شو رأيك انت يا ابو سعيد باللي سمعته؟ انا رأيي انه الشغلة كلها تجربة بتجربة، بقى خلي كل واحد منا ياخد له بكرة 1,000,000، واذا كان المربح محرز نبقى بناخد له اكتر. يا سيدي وانا كمان هذا رأيي. شو رأيك مختار؟ ما بعرف. انا لو معي 1,000,000 كنت سويت مثلكم، بس منلي الملايين يا حسرة. مختار طلع من هالبواب، جلدك مليان قروش. غلطان ابو جدعان غلطان، شو هالحكي؟ يا ريت يكون معي 1,000,000، ليش انا بزعل يكون معي؟ طيب قديش معك؟ يعني يا دوب 200,000-300,000. عظيم، خد لي اياهم خلي تاجر لك فيهم احسن من بلا. ما بعرف، انا كل بدي وقت لفكر بالموضوع. وانت يا ابو صالح رح تروح معنا بكرة وتاخذ له معك شوية مصاري ولا ما رح تروح؟ لا أخي أنا ماني مطمن لهالشغلة بنوب، روحوا لحالكم الله يهنيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخاف من مرته جبان. حاجة بقت نعوري، حاجة بقت نعوري، والله ماني مطمن. ليش مالك مطمن؟ طيب هي متعب جرب وربح. ولو كان أنا مالي مطمن بنوب، خايف ليأكل لي مصرياتي واصفع الحصير. لا اطمن ما رح ياكل لك شي، لانه لو بده ياكلهم كان اكلهم على متعب وفوزية. شبنا يا ابو صالح. خلص الله يرضى عليك، بكرة بتروح مع الرجال لعند التاجر وبتعطيه 1,000,000 ورقة. شو 1,000,000 ورقة؟ فهمت شو عم اقول لك؟ لا والله ما فهمت ولا بدي افهمها. لا بدك تروح مثل ما الله خلقك. يا ام صالح يا ام صالح، ليش ننام بين القبور ونشوف منامات وحشة؟ ليش ما نخلي مصرياتنا معنا ومننام ونحن مرتاحين البال؟ إذا خلينا مصرياتنا معنا ونمنا مرتاحين البال رح يضلوا على حالهم، ما رح يزيدوا ولا فرنك. إيه عمرهم إن شاء الله ما يزيدوا، وعلى كل إن الخير حوالينا كتير. إيه صحيح، إيه بس زيادة الخير خير. بقى بكرة بتحمل 1,000,000 بتروح مع الرجال لعند التاجر بتعطيه إياهم، وحاجتك وسوسة. طيب إذا كان هيك ولا بد باخذ له 100,000. 100,000 ما بيساوي شيء، إيه مو حرزانين تروح وتتعذب مشان هون؟ خذ له 1,000,000 واتكل على الله. طيب باخذ له 200. 1,000,000 ما بدي. بكره بتجي لعندي ام جدعان بتتفتل وبتتمخطر وترفع مناخيرها لفوق وبتقلي نحن حطينا 1,000,000 ورح ناخذ عليهم 200,000. لا وفوزيه ما بدي تجي وتتعنطز علي من غير شيء، هي شايفه حالها خلقه وما حدا قدها. طيب باخذ له 250,000. 1,000,000. والله خايف يا ام صالح. لك لا تخاف لا تخاف، سعرك بسعر بقيه الرجال. ولك قال خايف، قال التجاره بدها قلب قوي يا ابو صالح.
لك اخ اخ يا ريتني انا رجال يا ريت يا ريت. مرحبا ابو سعيد. اهلا ابو جدعان. اهلا يا مختار. صباح الخير. صباح الخير يا مختار. شو يا ابو جدعان شايفك لحالك؟ وينه متعب؟ ما بده يروح معنا يدلنا على مكتب تقي الدين؟ وعدته انتظره هون. ها ليكو اجا. السلام عليكم. اهلا. شو وينك لهلا؟ اهلا يا متعب. ليش تاخرت لهلا؟ شو رايك يا ابو سعيد اترك سيارتي هون واطلع معك؟ ليش ابو صالح ما بده يروح معنا؟ لا ما بنروح هيك روحات خويفه. هاي ابو صالح اجا وجايب معه كيس المصاري. لكن يا عمي القط ما بيهرب من العرس. تفضل يا ابو صالح. تفضل يا ابو جدعان. تفضل يا ابو سعيد. تفضل يا ابو اختار. يلا يلا. صباح الخير. صباح الخير يا حلوي. انت يا حلوي. اهلا سيد متعب. يا هلا فيك. عرفتيني؟ عرفتني يا خيي. ما في احلى من الشاميات ومن طبعا عرفتك من امبارح لسا كنت هون. مزبوط مزبوط ذاكرتي قويه يا عاقل الحجبين على الجبين اللي جاينا. ان كنت تقصد قتلي قتلتني الفيني. طيب انا شو بقدر بخدمك هلا؟ شوفي يا رشا، انا وجهاء قريه الفلهويه جايبين كل واحد مليون وبدنا ندخل فيهن بتجاره مع السيد تقي الدين. اهلا وسهلا فيكم. تعرف انت المكتب بخدمتكم، بس بقدر اسالك قديش مجموع المبالغ؟ اي على عيني وراسي. واحد اثنين ثلاثه اربعه واني الخميس خمسه ملايين، يعني المبلغ كله 5 ملايين بعيون الشيطان. حلو كثير، بس بصراحه انا ما بعرف اذا السيد تقي الدين بحاجتهم هلا ولا لا، رح روح اساله. اي يرضى عليك. اي فوتي فوتي اسالي. قليل ومتعب هو الواسطه وهالجماعه من طرفه. طيب اي وينك يا آنسة؟ إذا سيد تقي الدين اتمخمك وبدو يعمل بالرز بصل، بدي منك يا حلوة الحلوين انتي تقنعيه حتى يقبل ويدخلنا معه تجارته. وإلك علي جبلك الشهر الجاي خروف بحاله، خروف بلي، خروف هيكي مهبر. تكرم عينك وعين أعيان ضيعة الفلهوية كلهم. بصراحة انتو باين عليكم اذكياء مثل اسم ضيعتكم تمام، وانا من جهتي راح اقنعه ياخذ المصاري منكم. تكرم ولا يهمك. ايه هيك يسلم لي هزمك يلي عم ينقط قطر، ولسانك يلي عم يشر عسل. بس ويلك بحق العلاقة يلي بيناتنا لا ترجعي خايبة. دللي هيك يا سيد تقي الدين جوا، دلعني هيك يعني، وحط ايدك على كتفه هيك والعبي بشعراته يعني، ورجي امكانياتك الشاميه. يا سيدي هالآنسة رشا حلوه كثير وظريفه وخفيف الدم، يعني سبحان الذي خلقها يعني من جميع علم وادب وثقافه يعني الله 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 هيك نيال اللي بده ياخذها. شاملي بتفرفح لقلبه كثير، بتفرفحه كثير يلي بده ياخذها، بدها تبلل له قلبه تنعش له فؤاده يعني تاخذ له عمره. من امتى بتعرفها انت يا؟ اوه من امبارح. طمنينا يا حلوة الماء
مبسم ان شاء الله قبل ياخذ المصاري. هو بالاول رفض رفض رفض، بعدين انا اقنعته ووافق. حلو كثير. يعني استعملتي اللي قلت لك عليه. على كل حال هذا المعروف ما راح انسى لك اياه ابد ابد الابدين يعني. هلا المهم ما تنسى الخواريف اللي وعدتني فيه. لا ولو تكرمي يا رشا، وباعتبارك انسه جميله وظريفه، قرية الفلهوية راح تقدم لك كل خواريفها. والله تفضل ارتاحوا. يلا يلي بحب يبلش بالاول يقعد جنبي هون. ولو معقول تبلشي بالحبل قبل الدلو؟ معقول يعني تبلشي بشيبوب قبل عنتر؟ فيك الخير سيد متعز. مليار معدودين على الليرة؟ ماشي معدودين، اعطيني هويتك. هويتي؟ هي هويته. بس شوفي رشا، انا ما بنزل على فوزية ضرة. ما عاد فيني استحمل. احطب ام صالح، ام صالح لازم روح على المدينة ورجع مصرياتي. شو؟ شو جنيت انت؟ ليش بدك تروح؟ لسا اليوم حطيته؟ لازم روح على المدينة ورجعهم، لازم روح. انا ماني مطمن لهالتجارة ولا بشكل. لا اطمن يا ابن الحلال، لا تخاف ونام مرتاح. بكرة بيرجعوا لك مصرياتك فوق الارباح كمان وبيضحك سنك كمان. انا ما بدي ارباح، انا بدي رجع مصرياتي وبس. لك لك يك يك. شو جنيت يا ابو صالح هلا؟ رايح جيب مصرياتي. يا مختار يا مختار، ولك يا مختار يا مختار. صالح؟ ايه شو بدك جاي لعندي بهالليالي؟ شو في؟ يا مختار بدك تنزل معي على المدينة مشان نرجع مصرياتنا. وليش بدنا نرجعهم لا سمح الله؟ أنا قلبي مو مطمن لهالتجارة بنوم. وليش بقى؟ لأنه نحن لا شفنا التاجر ولا عرفنا بشو بيتاجر، بركي أخذ مصرياتنا وهرب. منين نلقطه؟ لك شو يهرب أنت التاني؟ شو شغلة شوربة؟ معنى وصوله إنه حاطيه عنده مصاري. يعني كل شيء قانوني. شو مفكرنا جدبان أنت؟ ورقة بورق، لحنا ما شفنا مضى على شيء، فقط السكرتيرة قالت لنا انه التوقيع اللي على وصوله توقيعه، طيب بركي كان السكرتيرة كذابة؟ لعمك، والله حكيك معقول، بلش الفاري لعب بعبي. يا مختار، البيت جاكيتك وهاد مفتاح السيارة، لازم نروح نرجع مصرياتنا اليوم وبالبكرة. يا ابو صالح، بهالليل ما رح نلاقي حدا بالمكتب، بكرة الصبح بننزل، الصباح رباح. طيب مثل ما بدك، وانا بكون عم بستناك، مر لعندي وخدني. حاضر، بكره بمرق لعندك الصبح وباخدك، رجع لبيتك ونام هلا. طيب طيب، وابو جدعان وابو سعيد ومتعب مين بده يحذرهم؟ من شو؟ قال من شو قال؟ من الشيء اللي حكيته معك قبل شوي. انا بمرق لعندهم قبل ما اجي لعندك، اذا حبوا ينزلوا معنا يسحبوا مصاريهم اهلا وسهلا، ما حبوا يصطفلوا، روح انا وياك لحالنا. كثير منيح، تصبح على خير. لا تنسى بكره الساعة 8 مر لعندي. ها؟ السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير يا غزل. اهلا سيد متعب. خير؟ شايفه رجعه قريبه. ايه كمان اليوم جاي تحطوا مصاري عنا؟ لا بدنا نسحب مصرياتنا. خير؟ ليش كنتوا تسحبوهم؟ هيك عاوزينهم. ايه بس لسه ما حلو يدروا الارباح. ستي نحن لا بدنا ارباح ولا املاح، بدنا مصرياتنا وبس. اعطينا اياهم لو سمحتي بالتي هي احسن. خير يا رشا؟ شو في؟ ليش الاخ طالع صوته؟ على شو مختلفه معه؟ لا استاذ مالي مختلفه معه، بس الشباب هون بيكونوا اعيان ضيعه الفلهويه اللي حكيت لك عنه. يلي اجوا وحطوا 5 ملايين و100 الف امبارح هن بذاتهم استاذ.
يا اهلا وسهلا بالشباب. يا هلا يا هلا يا سيدي. تفضل يشرف على مكتبي. تفضل. شكرا سجيلا. اهلا وسهلا. عن اذنك يا غزال. اهلا 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 وسهلا. تفضل تفضل. الله يرضى عليك يا رشا. وصينا على عصير وعلى جاتو. على عيني. يا جماعة فوت وشكي لا تظن الظنون. اهلا 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 وسهلا بالشباب. اهلا وسهلا بك. تفضل تفضل ليش. شكرا يا خي. شكرا شكرا يا حباباي. هات لنشوف شو قصتكم. حكي زيادة ما بدي أستاذ. جايين ناخذ مصرياتنا وصلى الله وبارك. تكرم عينكم بس ممكن أعرف ليش؟ هيك لازمينا. طيب طيب مثل ما بدكم. هلأ بتضيفوا بعدين بتاخدوا مصرياتكم مع أرباحهم وبتتيسروا. أهلا 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 وسهلا بالشباب. يا هلا فيك يا سيدي. يا هلا فيك. إنت لا لا أنا ما بدي أتضيف. أنا بدي مصرياتي وبس. على عيني. رح تاخذ مصرياتك بس تفضل تضيف الأول. خذ خذ من يد الآني صارشة. مش حلوة تخجلها هيك. أنا بتفاعل بوشها الحلو. الله يسلم ويخلي ويفتح نصيبك يا هالجميع. يعني بشي شاب من قرية الفلهوية. اسلموا. اهلا اهلا. تفضل تفضل. وين وين رايح؟ انا لسه ما ضيفت. اسلموا. انا سرشا باخره المته اللي بعناها اليوم الصبح. شو جابت ربح؟ 5 ملايين استاذ. يعني قديش نسبه ربح؟ 25%. عظيم عظيم كثير. هلا الشباب بس يخلصوا اكل وشرب بتعطي كل واحد مصرياته وفوق ربح 25%. حاضر. قلت لكم من الاول الرجال شرايف وادمي. ما كنتوش تصدقوني. قلت لكم تجارته مظبوطه. ظليتوا تلعبوا بعقلي لحد ما خليتوني شك فيه. قايل عن هديك الساعه اللي طوعتك فيها يا مختار ورحت معك وسحبت المصاري. يعني لو ما سحبتون كانوا هلأ دخلوا بتجارة باخرة تانية وربحوا أضعاف الربح اللي كانوا بدون يربحوا. بس أنا الحق علي. أنا طلعت حمار مع باب بنطرون. يا ريتني ما سمعت كلامك يا مختار. يا ريت. بس شو الفائدة؟ هلأ لي ضرب ضرب واللي هرب هرب. هلأ لا ترموا الحمل علي. أنا ما دخلني. أبو صالح هو إجا عندي بالليل ويا غافل إلك الله لعب بعقلي ودخل الشيطان بصدري. على كل حال بسيطة يا جماعة. أنا رايح صلح غلطتي. شو بدك تعمل يعني؟ رايح بيع أرضي وآخذ حق السيد تقي الدين خليه تاجر لي فيها. لأنه فعلا يا هيك التجارة يا بلا. وأنا راح أعمل مثله. وأني كمان على رأس القائمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنت تاني قوموا من ثلاثة يوم. قوم انت اصل البلاوي كلها. لا بتورجيني وشك نهائيا. فهمت؟ قم. صباح الخير يا قمر الشام. شلون السيد قمر الدين؟ تمر الدين؟ تقي الدين؟ شو جايبكن لعنا اليوم؟ مصرياتكن أخدتوهن؟ شو بقي؟ هاو هاو بقالنا كثير كثير وفهمك كفاية. مثل شو؟ ما فهمت علي. يعني بقالنا تحطينا هذول؟ عندك شو هدول؟ شو بدنا يكونوا يعني؟ قنابل؟ مصاري؟ أهلين. وقديش هدول؟ 3 ملايين عندن منقدان. وهي 5 عندك. وهي 2 مليون حق الكرم والبستان. أهلا وسهلا. هاي 6 ملايين بتاع التمام والكمال. ومن لك 6 ملايين يا مختار؟ مو على اساس ما معه غير 200-300 ألف. فا مو وقت الحكي كله هلا. وهي 4 ملايين. اهلين. تفضلوا ارتاحوا. تعال شوف وين رايح انت. بدك تجنني؟ اللي بس
ليش ما حطيت كل المصاري؟ انا قلت لك حط الملايين الاربعة كلهم، بس انت راسك تنح ويابس، ما بتعمل الا اللي براسك. يا مرة يا مرة، اللي ما بيحسب ما بيسلم، يعني مو معقول نحط كل مصرياتنا؟ ما بيجوز. الله لا يسلم فيك ولا عظمه يا حق. ولك من شو ما بدك تسلم، قال ما بيسلم قال. ولك اذا انت قبضت مربح بيوم واحد 25,000، شو بدك اكثر من هيك؟ شو بدك اللي شو بدك؟ ما بدي شيء ما بدي شيء. حاضر حاضر. لك تعال هو وين رايك؟ يا جماعة جهزتوا الخواريف للآنسة رشا مشان ناخذ لياهم بكرة الصبح مثل ما وعدناها. أنا من جهتي جهزت خروفي وأرانبي وديوكي. وأنا من جهتي جهزت لها أحلى خروف بهالضيعة، كبش بقرنين. قال كبش بقرنين، قال ليش في كبش بثلاث قرون؟ يا سيدي أنا اشتريت لها خروف، أحلى خروف بالضيعة، هيك قال لي صاحبه. وأنت يا مختار؟ صح النوم. الخروف تبعي جاهز من جمعة. عظيم جدا. وأنت يا أبو صيلة؟ وأنا كمان جهزته. عظيم عظيم جدا. معناها بكرة من الصبح منحمل الخواريف بيك آب المختار ومنروح نهديها إياهن للسكرتيرة الحلوة ومناخذ مصرياتنا وأرباحين ومنرجع ونحن عم نفقش ونرقص. وليش لا ناخذ مصرياتنا؟ مناخذ الأرباح ومخلي المصريات لتجرة تانية. كمان فكرة مليحة مليحة كثير. هلأ بلشت تفهم. وأنا كمان مصاري هلأ ما بيلزموني، رح أقبض هالمصاري وأرباحهم وارجع حطهم كلهم سوا. وأنا رح أعمل مثلكم، شو يعني أنا نيئة عنكم؟ عظيم جدا. شو يا مختار؟ أبدكش تضيفنا شاي؟ إيه على عيني. هاي الساعة 11، لا فتح الباب ولا بيّن حدا. مش مشكلة. هذول شوين؟ بيناموا لضحوي. نستناهن هاون، شو هالشغلة يعنى؟ ها؟ وهي قاعدة. يا رابح حط فلوسك عند تقي الدين وقلي أني رح أربح من بعدك مثل ما انتو ربحتوا قبلي. يا رابح حط فلوسك عند تقي الدين وقلي أني رح أربح من بعدك مثل ما انتو ربحتوا قبلي. الله يطعمه ما يكون حط المصاري هالمرة. لا تخافي عليه، بيكون يتربى من هديك المرة. ليش انتي العلقة معك علقة يا لطيف؟ يمكن نسيتي حليب أمه. وبعدين وبعدين امتى بدون يفتحوا يا متعيب؟ هلق بيجا وانت ثاني ما تقعدش تنق بوجهي. شي بيجاوز، عم قول بيجاوز، يكونوا باللذقي عم يستلموا باخرة متي يعنى. فلنقول اذا طلعوا من هنايك الساعة 9 بدوا ليوصلوا لهون ساعة وحدة. يعني راح نضل ساعة تانية قاعدين هون عرصيف؟ قال مش معود يعني يقعد عرصيف، انت على المزابل بتقعد. اجا الاستاذ. يا اهلين وسهلين يا استاذ. مرحبا يا ميس. مرحبا. أهلين. شو هاد يا استاذ، اتاخرت كثير، يعني صار لنا ناطرينك من الساعه 9 الصبح. يعني الخواريف يلي معينا جيعات وصارت تتمعى. ناطريني إلي؟ هو إذا أجيت للصريحة مش ناطرينك إلك. شو بدنا فيك؟ ناطرين الأنسة رشا بقوينا، ما بدهاش تجي يعني. حاكم جايبيننا الخواريف يلي وعدناهم فيها، يلي هو وعدناها فيهن. مين الأنسة رشا؟ شي سكرتايرة السيد تقي الدين رشا. رشا الحلوة رشا ولا هو؟ ايوه هلا فهمت عليك. الآنسة رشا ما عاد تجي لهون منوب. ليش؟ زعلنا؟
زعلينا شي لا سمح الله؟ مريضة يعني لا قدر الله؟ لا لا، بس سافرت مع جوزة تقي الدين برات البلد. جوزة؟ سافرت تقي الدين برات البلد؟ اي نعم، هذا المكتب إلي، كان مستأجره مني السيد تقي الدين ورجع لي اياه. ومصرياتنا وملاييننا؟ والله ما بعرف، هي مشكلتكم.